قلت أسأل الصغار بداية، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قلت أين الله؟ فقالوا في كل مكان، يغششون الطالب هذا الصغير. فقلت لا خطأ. كنت في أحد المساجد في خارج المملكة، نفس المسألة قريبة من ذلك. عندما سألت، كان هناك محاضرة وكان في بعض الأطفال الصغار، فقلت أسأل الصغار في البداية، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قلت أين الله؟ فقالوا في كل مكان، يغششون الطالب هذا الصغير. فقلت لا خطأ. الإشكالية كانت من رئيس المركز، ممن علمهم هذه العقيدة وهي عقيدة الحلولية. فطبعا تناقشت معهم فقلت لا أنا ما عندي مشكلة، أنا إذا كان هذا الحق، أنت ترى أن هذا الحق، أنا بيني وبينك الكتاب والسنة، فإذا كان ما تراه صحيح. فحصل النقاش ولله الحمد، كان فيه ولله الحمد توفيق بقبول ذلك. فالآيات واضحة، أمنتم من في السماء، آية صريحة. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فالآيات في أول أدلة تدل كثيرة على هذا الباب، لكن أقصد أن انظروا إلى هذا الصغير، أراد أهله أن يعلموه هذه العقيدة الباطلة. ولذلك نقول أن علينا جميعا أن نعتني بالتوحيد وبالعقيدة، وأيضا نعتني بماذا؟ نعتني بتعليمهم هذا المسائل، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأيضا نوضح أين الله في السماء. كل هذه الأمور من صغره يعرف هذه المعاني ويتربى عليها، وإذا تربى من الصغر على ذلك نشأ عليه.